من قناة الجديد في بيروت، أهلا بكم. كمين بهدفين، قتل وفتنة، فبين جرود القاع ورأس بعلبك كان إطلاق النار الذي أوقع 4 ضحايا من آل جعفر وأمهز وحيدر، وأجج صراعا بين ذوي الضحايا وأهالي عرسال الذين نفوا ضلوعهم بالحادثة وأعلنوا أن هدفها هو إيقاع الفتنة. والواضح من خلال الصور أن المعتدين مثلوا بالجثث التي وجد بعضها منحورا. حزب الله الذي زار أهالي الضحايا اعتبر أن اعتذار العرساليين لا يكفي، وطالب الشيخ محمد يزبك من أهل عرسال تحمل مسؤولياتهم والعمل على تسليم الجنات. وقبل حادثة البقاع كان لبنان يتقلب على توتراته السياسية في يوم ديمقراطي ضائع، فيما نظم المجتمع المدني انتخابات في مختلف الأقضية تأكيدا منه على وجوب احترام المواعيد الدستورية. لكن لا حياة لمن تنادي، ولبنان الذي كان يصدر ديمقراطية للخارج أصبح تصنيفه في أسفل السلم العربي، فالكويت تفوقت عليه اليوم بقرار المحكمة الدستورية حل مجلس الأمة واعتماد الصوت الواحد. فأين لبنان من الكويت، الدولة التي حلت برلمانها بعد مقاطعته من المعارضة؟ لم يقف أمير الكويت عائقا أمام اجتماع المحكمة الدستورية، ولم يتعطل نصابها كحال مجلسنا العريق، والكويت هي البلد العربي الثاني بعد مصر التي عطلت محكمتها الدستورية العليا قانون مجلس الشورى ومعايير الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. مصر العريقة دستوريا مصابة سياسيا برئيس ضربته عوارض إسرائيلية، بدا أنها مزمنة وليست وليدة قرار قطع العلاقات مع سوريا. فمحمد مرسي رئيس يقرأ من رسالته الشهيرة إلى عزيزه وصديقه شيمون باريز في بداية وصوله إلى السلطة. يومها حاول المصريون والعرب أن يغفروا له لاعتبارهم أن الرسالة هي زلة حبر على ورق، غير أنه بالأمس أكد على متانة العلاقات مع إسرائيل بإعلانه قرارات تسحب من مصر عروبتها وحسن علاقاتها مع الشعوب العربية. فهو وإن عاد الأنظمة لا يحق له إقامة الحد مع الشعب السوري الشقيق. قرار بناء السد العالي مع أبناء سوريا يقابله تعزيز السد الواطي مع إسرائيل والسكوت لها عن كل ممارساتها العدوانية تجاه أبناء سيناء وجنودها قبل أبناء فلسطين. ولما كان على مرسي إغلاق السفارة الإسرائيلية على أرض مصر الولادة وسحب السفير المصري من تل أبيب، رزقه الله بقرار تنادي به إسرائيل عبر إقفال سفارة القاهرة في دمشق. عربيا، وفيما كان من المنتظر إطلالة إعلامية للملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز اليوم، فإن معلومات أكدت للجديد أن سبب هذا الظهور المفاجئ وقطع إجازة الملك في المغرب هو تدهور صحة ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز واضطراره لاحقا إلى تلقي العلاج في أمريكا لفترة لن يرجح أن تكون طويلة. أفاد التلفزيون السوري عن سماع دوي انفجار كبير في المز في العاصمة دمشق، تبين أنه ناجم عن محاولة إرهابية لاستهداف مطار المز العسكري. وقال نشطاء في المعارضة السورية أن انفجارا ضخما هز مطار المز العسكري في العاصمة دمشق. وذكر المركز الإعلامي السوري المعارض أن سيارات الإسعاف هرعت إلى مطار المز عقب الانفجار، كما قال ناشطون أن حريقا ضخما اندلع في محطة الوقود العسكرية المقابلة للمطار الذي يعد مركز قيادة مهم للجيش السوري في دمشق وريفها، ومنه تنسق العمليات الأمنية في الغوطة الشرقية. تقرير مفصل للاعتداء الذي أودى بحياة 4 مواطنين في جرود عرسال للزميلة نوال بري. لم تعد الصواريخ الآتية من وراء الحدود الهاجس الأمني الوحيد لأهالي المناطق الحدودية مع سوريا، فالكمائن المسلحة باتت حتى هاجسهم الأكبر، خاصة أنها لا تستهدف المدنيين مباشرة فحسب بل السلم الأهلي. 4 شبان انقضوا في منطقة وادي رافق الجردية بين رأس بعلبك وعرسال، وبحسب أهالي الضحايا فإنه أثناء مرور شريف أمهز ابن اللبوة من هذه المنطقة هو وصديقه علي أوغلو وهو التركي من أم لبنانية بشاحنتهم محملين الرمال والبحص من أرضهم عند الحدود، تعطلت الشاحنة فتوقفت أخرى فيها الشابان محمد وعلي جعفر
لمساعدتهما، فإذا بمجموعة سيارات تحاصرهم وتطلق النار عليهم، مما أدى إلى مقتلهم على الفور. الجيش اللبناني عمل على نقل الجثامين إلى مستشفى البتول في بعلبك. أهالي اللبوة البلدة المحاذية لعرسال قطعوا الطرقات المؤدية إلى البلدة وإلى عرسال، وكان الظهور المسلح سيد الموقف الغاضب، وقد عمد بعضهم إلى تكسير بعض الشاحنات وتوقيف السيارات المارة. أما عائلة أمهز فحاولت قدر المستطاع احتواء غضب أصدقاء ابنهم وأقربائه الذين قطعوا الطريق أمام المنزل لساعات. استنكار وغير استنكار هيدا ما بيهمني، أنا بعرف شغلي وحدي بالمنطقة اللي انقتل فيها ابني وانقتل بهالطريقة هيدي، ما في لا جيش حر ولا في حدا، في أهالي عرسال موجودة هونيك، بعض المسلحين من عرسال وخاصة بالذات ابن رئيس البلدية وابن الشيخ بطائية. هودي جابت مصر عندهم يطيروهم من قلب عرسال لحتى ما نضطر نحن نطلع نطيروهم من قلب عرسال. من جهتهم أهالي عرسال استنكروا الحادثة وتبرأوا ممن قام بهذا العمل من أي جنسيات كان، وأكدوا أن لا علاقة لهم بالحادثة والهدف منها إشعال الفتنة. أما في بلدة القصر المحاذية للهرمل فنزل آل جعفر إلى الشارع معبرين عن غضبهم، لكنهم رفضوا التعليق على الحادثة. الغضب طال مناطق عدة، وقد عمل بعض الشبان إلى قطع طريق بعلبك الدولية وأوتوستراد بعلبك الهرمل ومناطق أخرى. الجيش اللبناني وبعد بضع ساعات على الحادثة انتشر في كافة المحاور والتقاطعات وكثف تواجده على الحواجز في المنطقة، إضافة إلى الحواجز المتنقلة من بعلبك إلى اللبوة وصولا إلى الهرمل، وقد تمركزت ملالاته عند ساحة اللبوة التي تصل البلدة بعرسال، وهي النقطة التي شهدت الظهور المسلح الكثيف. وفد من قيادة حزب الله زار أهالي الضحايا وأكد الوفد على ضرورة وأد الفتنة، كما طالب أهالي عرسال تسليم المسؤولين عن الحادثة. وأنا من هنا أناشد كل الذين يحرضون بخطاباتهم أن يكفوا عن هذا التحريض، لأن هذا التحريض يجر البلد إلى نار لا يمكن أن تطفأ ولا تبقي ولا تذر، ولكن لن نسمح لهم أن يحرقوا هذا البلد بأدوات الفتنة بإذن الله سبحانه وتعالى. نحن نعرف حقنا ونطالب بحقنا، وعندما تتوانى الدولة عن أخذ هذا الحق عند ذلك يكون لنا ولكم جميعا موقف من المجرمين فقط. اليوم أهالي عرسال سماحة الشيخ يعني استنكروا هذا الأمر، وهني قالوا إنه هني ضد أي شيء، وقالوا وأدينوه، قالوا إنه هني يعني تبرأوا من جميع الفاعلين. اليوم هيدا البيان شو رأيكم فيه؟ أنا عندنا كلمتين ذكرهم سيد المقاومة عندما أبعد عن عرسال الكلام إنه أهل عرسال هني أهلنا، لكن أهل عرسال البيان غير كافي، يجب أن يحددوا من هو القاتل، هناك مسؤولية على أهل عرسال أن يحددوا مين عندهم هالناحية، لأن المنطقة انطلق من هونيك. أهل عرسال أهلنا، لكن احنا مطالبوا بهذا. إن الدولة بأجهزتها بمؤسساتها السياسية وأجهزتها القضائية والأمنية والعسكرية إذا لم تبادر بسرعة إلى التحرك الفوري لإلقاء القبض على أولئك المجرمين العابثين الذين يستبيحون حرمات الناس ويستبيحون كرامات الناس ويستبيحون أرواح الناس ويتصرفون، وأظن أنهم يتصرفون وهم يستندون إلى هذه التغطية السياسية وهذا التساهل السياسي. الظهور المسلح لجمه الجيش اللبناني، لكن أهالي منطقتي القصر واللبوة استمروا في تجمعهم أمام منازل أهالي الضحايا حتى ساعات الليل تضامنا معهم. من منطقة بعلبك الهرمل، نوال بري، قناة الجديد. صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه البيان الآتي: لدى انتشار معلومات حول مقتل 4 مواطنين والعثور على جثامينهم في محلة مراح رافي في جنود رأس بعلبك القاع، حصل توتر في بعض مناطق بعلبك والهرمل، تخلله انتشار مظاهر مسلحة في عدد من بلدات هذه المناطق وطرقاتها. وعلى أثر ذلك قامت وحدات الجيش بتسيير دوريات راجلة ومؤللة وإقامة حواجز في مختلف أرجاء المنطقة، ولا تزال تقوم بمهماتها لإخلاء كافة المظاهر المسلحة وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها.
إن قيادة الجيش إذ تهيب بجميع المواطنين والعائلات البقاعية كافة التعالي على الجراح وضبط النفس والتحلي بالصبر في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد، تؤكد بأنها لن تسمح لأي كان باستغلال الحادث الأليم بغية ضرب الوحدة الوطنية وتقويض ركائز العيش المشترك بين أبناء المجتمع الواحد. وهي تحث المسؤولين المعنيين على الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية والعمل على إخلاء المظاهر المسلحة ورأب الصدع بكافة الوسائل الممكنة. وتشير هذه القيادة بأنها باشرت التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادث، وهي لن تدخر جهدا في سبيل توقيف الجناة وإحالتهم على القضاء المختص. البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي يشن هجوما على فريقي 8 و14 من آذار، وأحمد الأسعد يدعو إلى التظاهر الأحد المقبل أمام السفارة الإيرانية، وغيرها من الأخبار في بانوراما محلية. تحول قداس تدشين بازيليك سيدة لبنان في حريصة إلى ما يشبه المهرجان السياسي، ليس على مستوى الحضور الذي تقدمه رئيس الجمهورية فحسب، بل بسبب العظة الصاخبة التي ألقاها البطريرك بشار الراعي وحمل فيها فريقي النزاع اللبناني تشويه صورة البلاد، ومجددا دعمه الرئيس سليمان والمؤسسات الأمنية الشرعية. التزام بالمصالحة الوطنية التي تبدأ بين السياسيين ولا سيما بين الفريقين المتنازعين المعروفين ب8 و14 أذار، اللذين بنزاعهما المتمادي شوها وجه لبنان وميثاق العيش معا ووجه لبنان التنوع والديمقراطية. رأى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أننا أمام استحقاق حكومي جديد، ومن واجب الطرف الآخر أن يمد يده من أجل بناء الدولة. هناك إمكانية لتلاقي إذا حسنت النوايا وصدقت الأفهام، لكن يبدو أنهم عطلوا أفهامهم وراحوا باتجاه منهج التحريض الغرائزي الذي يشكل خطراً على البلاد. النائب حسن فضل الله أكد أن المشاركة في الحكومة بالنسبة إليهم هي مشاركة وطنية من أجل البلد. المشاركة في الحكومة من قبلنا، نحن من يحدد طبيعة تمثيلنا في هذه الحكومة، ونحن لا نقبل لأحد أن يضع شروطاً علينا في هذا الموضوع. في ميس الجبل وخلال حفل تأبيني، شدد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل على ضرورة الحفاظ على لبنان الصيغة. أن المسؤولية الوطنية والأخلاقية تفرض علينا أن نبحث عن كل ما يمكن أن يؤمن سبل الوحدة بين أبناء هذا الوطن الواحد، بين أبناء ومكونات هذا الوطن الذين نستشعر خطراً كبيراً عليهم جميعاً إذا ما استمروا بالانصلاق إلى مثل ما يجري اليوم. نعم، إن من واجبنا الحفاظ على لبنان الصيغة القادرة على جمع كل هذه المكونات مع بعضها البعض. أحيت عائلة هاشم السلمان في بلدته الجنوبية عدلون ذكرى الأسبوع على سقوطه أمام السفارة الإيرانية. وفي بيروت أحيا حزب الانتماء اللبناني في مكتبه في حزب في الحزمية الذكرى، حيث ألقى مستشاره العام أحمد الأسعد كلمة قال فيها إنه يملك معطيات جديدة أن عنصرا من حزب الله هو من قتل هاشم. هاشم مات شهيد، مات بطل، مات عم يدافع عن حقوق اللبنانية كلهم، وحقه ما راح يروح هدر لهاشم. والقوى الأمنية مفروض كان إذا سامحة هالمظاهرة تتفضل تقول تحميها، وإذا مش سامحتها تتفضل تمنعها. وطلب الأسعد من رئيسي الجمهورية والحكومة ضمان سلامة المتظاهرين أمام السفارة الإيرانية الأحد المقبل. الأحد الجاي بدنا نتظاهر بنفس المكان ونفس الزمان اللي تم اغتيالك فيه يا هاشم.
اعتراضا على استمرار شركة سوكلين برمي النفايات في مطمر النعم وما ينتج عنها من تلوث، شهدت البلدات المحيطة اعتصامات تطالب الشركة بالتوقف عن رمي النفايات. تداعت القوى الناصرية إلى الاجتماع في مقر المرابطون رفضا لتصريحات الرئيس المصري محمد مرسي بحق حزب الله وقطع العلاقات مع سوريا. أكد الرئيس سليم الحص في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي أنه مع تأزم الأوضاع الإقليمية والدولية تتعاظم موجة المواقف التحريضية اللامدروسة يوما بعد يوم إلى حد يحتم علينا تكرار التنبيه إلى عواقبها الوخيمة وإلى البديهيات الآتية. اتهمت قيادتا حركة أمل وحزب الله ونواب منطقة بعلبك الهرمل بعض المأجورين بارتكاب الجريمة التي أودت بحياة 4 مواطنين في منطقة البقاع الشمالي. وجاء في بيان إن هذه الجريمة تأتي في إطار سلسلة من الجرائم المتمادية التي يقوم بها بعض المأجورين الذين يعملون لإشعال الفتنة في المنطقة تحت ذرائع وعناوين مصطنعة، مما يضعها برسم كل المحرضين الذين يقفون وراء المجرمين القتلة. وأضاف البيان إننا نهيب بالعقلاء وأصحاب الرأي والحكمة وبأهلنا ألا ينجروا إلى ردات الفعل لتفويت الفرصة على المراهنين على إيقاع أهل المنطقة في دوامة من الاقتتال الداخلي التي تخدم الأعداء. ودعا الحزب والحركة الدولة إلى تحمل مسؤولياتها بحزم وقوة من خلال المسارعة فورا لمعالجة الموضوع والضرب بيد من حديد على أيدي المجرمين القتلة وتوقيفهم ومحاكمتهم وإنزال أشد العقوبات الرادعة بهم حفظا للبلاد والعباد. في يوم الانتخابات المفترض فتحت صناديق الاقتراع، تحقيق للزميلة رونا حلبي. كان من المفترض أن يكون 16 من حزيران موعدا للانتخابات النيابية، وعلى الرغم من أن النواب قرروا أن يمددوا لأنفسهم بأنفسهم وكالة منتهية الصلاحية منحهم إياها الشعب، فقد فتحت صناديق الاقتراع في يوم أحد انتخابي، إذ نظم الحراك المدني للمحاسبة انتخابات رمزية في الأقضية اللبنانية كافة، تأكيدا منه على وجوب احترام المواعيد الدستورية، حيث وقع المشاركون على عريضة رفضا للتمديد. أما التصويت فلم يكن لمرشحين. التصويت فيها هو مش لأشخاص، لمرشحين، هو لمجموعة من المطالب والقوانين اللي نحن بنطلب من المجلس النيابي، إن كان هيدا أو اللي بده يجي بعده، إنه يكون عم بيقر لمصلحة هيدا الناس، يعني مثل تغطية صحية شاملة لكل اللبنانيين، قانون انتخابي جديد، موضوع خفض سن الاقتراع للشباب، موضوع الضمانات الاجتماعية للناس، النقل العام، الكهرباء، الجنسية لأولاد المرأة اللبنانية، يعني كل المواضيع اللي كانت مطروحة بالسنوات الأخيرة. حتعملوا بالنتائج؟ نحن متوقع انه بال30 مركز اقتراع يكون عندنا يعني الاف الاصوات، ونحن رح نقول انه اجت النتائج على هذا الشكل. رح يصير في اعلان للنتائج. نعم، ونحن رح نستعملهم نهار الخميس. الانتخابات الرمزيه هذه تاتي في سياق مجموعه تحركات من ثوره البندوره الى جلسه محاسبه يوم الخميس المقبل. ب20 حزيران نحن داعيين كل الشعب اللبناني، في دراسه عملت بتبين انه 60% من الشعب اللبناني رافض للتمديد. نحن عم ندعي المجتمع المدني باسم الحراك المدني للمحاسبة للتواجد تحت بما يعرف برفعة الجلسة، هيدا هو عنوان التحرك تبعنا. بدنا ننزل نسمع صوتنا بهالملفات هيدي كلها سوا اللي بتعني كل المواطنين، نحاسب هالطبقة الحاكمة شو أنجزت فيه لحتى الشعب يصدر حكمه فيها. على الأرض فتحت الصناديق لمدة 2 ساعة بين 5 و7 مساء في معظم نقاط تواجده، فالتحرك لم يخلو من بعض المشكلات تحديدا في علي، حيث طلب من الناشطين توقيف عملهم، وكذلك في الضاحية الجنوبية حيث لم نجد من التحرك سوى بعض الملصقات. إذا كانت الانتخابات الرمزية التي صمم المجتمع المدني على إجرائها هي من باب تسجيل موقف ليس إلا، فإن الانتخابات الرسمية التي أطاح بها التوافق السياسي لم تكن لتختلف كثيراً، فلا هذه ستوصل مرشحي الناس إلى قبة البرلمان، ولا تلك بقانونها البائد كانت ستفعل. رونا حلبي، قناة الجديد. انتخابات أخرى افتراضية نظمها التيار الوطني الحر.
نظمت هيئة بيروت الأولى في التيار الوطني الحر انتخابات نيابية افتراضية في مركزي التيار في الأشرفية والرميل رفضاً لعدم إجراء الانتخابات النيابية، وحضر إلى مركزي الاقتراع المفترضين مناصرون للتيار وأسقطوا في صناديق الاقتراع لائحة كتب عليها لائحة 16 من حزيران لا للتمديد، نعم للانتخابات، نعم للتمثيل المسيحي الصحيح، نعم للصوت الحر، نعم لنواب أحرار. بالحقيقة نعم خطوة رمزية هي، ولكن بعتقد انه ما لازم نقبل بالامر الواقع مهما الامر الواقع هذا كان جاي بقوه الاتفاق السياسي. بيبقى اليوم الحق الاساسي بالاقتراع هو المواطن، وحق رفض التمديد والتعبير عن هذا الشيء بيبقى هو للناس كمان. بعتقد حامل وقت انه الحراك اللي بالشارع هو يشكل حالة ضغط حقيقية ليرجع يصير في شوية وعي عندها السياسيين أنه الأمور مش مثل ما بدكم بتصير. وأمل القيمون على هذه الانتخابات أن تجري الانتخابات الحقيقية في فترة قريبة. أهلا بكم من جديد. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحذر الغرب من تسليح المعارضة السورية، ورئيس الوزراء التركي يعلن أنه لا يتخلى عن الساحة للإرهابيين ويهاجم وسائل الإعلام والاتحاد الأوروبي، والمتظاهرون يصاعدون من تحركهم بعد سماع خطابه. هذه الأخبار وغيرها في هذا التقرير. حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شركائه الغربيين في مجموعة الثماني من تسليح مقاتلي المعارضة السورية، مؤكدا أن بلاده لا تنتهك القواعد الدولية حين تزود النظام السوري بالسلاح. كلام بوتين جاء إثر محادثات أجراها في لندن مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قبيل توجهه إلى قمة مجموعة الثماني التي تستضيفها إيرلندا الشمالية. نحن لا ننتهك أي قاعدة أو معيار، وندعو جميع شركائنا إلى تبني السلوك نفسه فيما يتصل بإمكان تسليح المقاتلين السوريين المعارضين بعد التقدم الميداني الذي أحرزه الجيش النظامي السوري بمساعدة حزب الله اللبناني. أعتقد أن الجميع سيتوافقون على أن الأمر لا يستحق دعم أشخاص لا يكتفون بقتل أعدائهم بل يلتهمون أعضاءهم علنا وأمام الكاميرات. من جانبه قال كاميرون: ليس سرا أن الرئيس بوتين وأنا نختلف حول المسألة السورية، مكررا أن الرئيس السوري بشار الأسد عليه أن يتنحى لوضع حد كما سماه للكابوس في سوريا. ما استخلصه من حديثنا اليوم أننا نستطيع تجاوز هذه التباينات إذا اعترفنا بأننا نتقاسم الأهداف الآتية: وضع حد للنزاع ومنع سوريا من التفكك وترك الشعب السوري يقرر هوية من سيحكمونه ومحاربة المتطرفين وتحقيق النصر. هذا ويلتقي الرئيس الروسي الرئيس الأمريكي باراك أوباما غدا على هامش قمة مجموعة الثماني. دافع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمام أكثر من 100,000 من أنصاره عن إخلاء آخر معقل للمتظاهرين الذين يطالبون باستقالته منذ أكثر من أسبوعين على خلفية مواجهات متقطعة في إسطنبول، ودعت اثنتان من كبرى النقابات التركية إلى إضراب عام الاثنين احتجاجا على القمع الوحشي للتجمعات في إسطنبول وأنقرة والعديد من مدن البلاد. قلت أننا وصلنا إلى النهاية وأن الأمر بات لا يحتمل. أمس تم تنفيذ العملية وتم تطهير ساحة تقسيم وحديقة جيزي، كان ذلك واجبي كرئيس للوزراء. لن نتخلى عن هذه الساحة للإرهابيين. لا يمكنكم تنظيم تجمع في أي مكان تشاءون، تستطيعون القيام بذلك في المكان المسموح به. رجب طيب أردوغان. أردوغان هاجم في خطابه الذي استمر أكثر من ساعتين وسائل الإعلام الدولية التي كما قال تواطأت مع إرهابيين والبرلمان الأوروبي الذي تجاوز الحدود والرعاع الذين يدمرون تركيا. وتزامنا تواصلت المواجهات بين قوات الأمن ومجموعات من المتظاهرين في ساحة تقسيم. لقي ما لا يقل عن 6 أشخاص مسرعهم وأصيب 24 آخرون بجروح عندما ضربت سلسلة من التفجيرات عددا من المدن العراقية المختلفة. ونقلت مصادر عراقية مسؤولة أن 4 سيارات مفخخة انفجرت في المحاويل والمحمودية والكوت بالإضافة إلى العزيزية، وفي الوقت نفسه انفجرت عبوتان ناسفتان في منطقتين مزدحمتين في الناصرية والبصرة.
قضت المحكمة الدستورية في الكويت بحل مجلس الأمة وتأييد قانون الصوت الواحد للانتخابات، ويعتبر هذا القرار الكويتي حكما تاريخيا من جانب المحكمة الدستورية في شأن مرسوم الانتخاب والذي جرى على أساسه انتخاب مجلس الأمة الحالي على الرغم من المقاطعة الواسعة للمعارضة. وزير الإعلام السوري يرد على الرئيس المصري والميدان الدمشقي يشتعل تحت وطأة الطيران والمدافع. تفاعلت الأزمة الدبلوماسية بين سوريا ومصر على خلفية إعلان الرئيس المصري محمد مرسي قطع العلاقات، فجاء الرد سريعا من وزير الإعلام السوري عمران الزعبي. ذكرها ما قاله قائد الإخوان المسلمين في مصر عندما جمهر بعض الناس في ملعب وقال لهم قطعنا العلاقات الدبلوماسية وأغلقنا السفارة. والله أنا كنت أظن أنه سيقول قطعنا أو سحبنا أو أغلقنا السفارة في إسرائيل، كنت أتمنى حقيقة حتى يطلع الكلام دقيق أتمنى، بس يعني لا يرجى من هكذا قيادات هكذا مواقف. على الضفة الأردنية أعلن الملك عبد الله الثاني استعداد بلاده للدفاع عن نفسها إذا امتدت الأزمة السورية إليها. كلام عبد الله جاء في حفل تخرج طلاب عسكريين جنوبي الأردن. في كل تعاملنا مع الأزمة السورية كانت حماية مصالح الأردن وشعبنا العزيز هي هدفنا الأول والأخير. أما إذا لم يتحرك العالم ويساعدنا في هذا الموضوع كما يجب، أو إذا أصبح هذا الموضوع يشكل خطر على بلدنا، فنحن قادرين في أي لحظة على اتخاذ الإجراءات اللي تحمي بلدنا ومصالح شعبنا. وفي خفايا الأزمة السورية، كشف وزير الخارجية الفرنسي الأسبق لوران دوما أن المؤامرة على سوريا بدأت قبل عامين في بريطانيا لتدميرها وتدمير نظامها لأنه يعارض إسرائيل، وتحدث دوما عن دور طلبه منه البريطانيون في هذه العملية لكنه رفض، وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قال له سنتكفل بالدول المجاورة ومن لن نتمكن منها سنحاربها. من جانبها كشفت صحيفة دير شبيغل الألمانية أن المملكة العربية السعودية تعتزم تزويد المعارضة بصواريخ مضادة للطائرات لمواجهة مقاتلات النظام. هذه المقاتلات التي كثفت نشاطها في الأجواء السورية لا سيما فوق العاصمة دمشق، حيث سجلت اشتباكات بين الجيش النظامي ومسلحي المعارضة، كما شبت حرائق في عدد من الأحياء جراء قصف الطيران والمدفعية خصوصا على جوبر وبرزة والقابون والحجر الأسود. وأفادت لجان التنسيق عن سقوط 700 قذيفة خلال نصف ساعة على أحياء دمشق الجنوبية. وفي سياق آخر، ذكر مجلس قيادة الثورة في دمشق أن قوات النظام أطلقت الغازات السامة على حي العسالي. أما في حماة فاستمر القصف العنيف والاشتباكات، وقد اقتحم الجيش النظامي قرى عدة. كيف استقبل الشارع المصري قرار الرئيس قطع العلاقات مع سوريا؟ تقرير للزميلة منى عشماوي من القاهرة. رغم التعهدات المصرية الرسمية أمام كل من روسيا وإيران بأن مصر ستقف موقف المحايد من الأزمة السورية وأن مصر تدعم القرار الروسي في ضرورة الحوار بين الفرقاء من أجل التوصل إلى تسوية سورية، إلا أن قرار الرئيس محمد مرسي بقطع العلاقات المصرية مع سوريا في مؤتمر نصرة الشعب السوري جاء في توقيت يجدوه الكثيرون غريبا ويتساءلون لماذا الآن يقطع مرسي علاقاته بسوريا؟ لتأتي هذه التصريحات متزامنة مع دعوات الشيخ يوسف القرضاوي بنصرة المعارضة السورية، وافق هواها خطبة للشيخ السعودي محمد العريفي خرجت من قلب جامع عمرو بن العاص بعد أن رفض شيخ الأزهر أحمد الطيب خروج هذه الخطبة التي كانت بعنوان من أجل نصرة سوريا من داخل جدران الأزهر الشريف. الشباب في سوريا ينتظرون كثير كثير من مصر إن شاء الله. مؤامرة عميقة جدا جدا جدا، والموضوع أكبر من موضوع بشار. أتمنى من الرئيس محمد مرسي أنه يفتح فعلا باب الجهاد ويدعم. لتختلف رؤية الأزهر السياسية من الموقف السوري الرسمي
عن الموقف الذي اتخذه الرئيس محمد مرسي، حيث تأتي تصريحات خرجت على لسان شيخ الأزهر تحث المصريين بدفع أموالهم في بناء مصر في الوقت الذي كان يحث فيه الشيخ العريفي المصريين بدفع أموالهم وأرواحهم لنصرة المعارضة السورية وتحرير الشعب السوري من حكم بشار الأسد. أنا مستغرب لأنه ما قطعش العلاقات مع إسرائيل، يعني أكيد سوريا رغم كل اللي حاصل نبقى بنقطع كل حاجة مع الشعب السوري. أي قرارات بيصدرها هذا الشخص بالنسبة لي هي قرارات وهي، لأن هو يعني امتداد لغير شرعية تامة، يعني هو رئيس غير شرعي. يفسر المراقبون بأن مؤتمر نصرة الشعب السوري الذي حضره الرئيس المصري وسط جماهير من كافة الأحزاب السياسية الإسلامية، الغرض منه في الأساس هو بث الرعب والرهبة في نفوس المتمردين الموقعين على حركة تمرد الذين ينوون النزول في آخر الشهر الجاري، ولا مانع من بث رسائل سياسية ضد حزب الله طالما أن فتح علاقات مصرية مع إيران لم يوافق هوى كافة التيارات الإسلامية السلفية والجهادية في مصر. لذا ليس غريبا أن نجد تصريحات لشيخ سلفي كبير يدعى محمد عبد المقصود يطلق فتوى خطيرة تقول أن كل من ينزل ضد مرسي يوم 30 يونيو سيكون كافراً ووجب قتله. لأننا منعنا من التصوير أمام السفارة السورية الرسمية، جئنا لنصور في المكان القديم للسفارة السورية لنقول بأن قرار محمد مرسي بقطع العلاقات السورية المصرية وسحب القائم بالأعمال المصري من دمشق وغلق السفارة السورية بالقاهرة قرار كانت تنتظره المعارضة السورية منذ أكثر من عامين. هذه المعارضة التي تتخذ من العاصمة المصرية مقراً لها في الوقت الذي كانت الضغوط الأمريكية القادمة من واشنطن كان لها فعل السحر في قطع علاقات استمرت مئات السنين بين البلدين تقطع في أقل من دقيقتين، بينما ما زال العلم الإسرائيلي فوق السفارة الإسرائيلية مرفرفاً حتى الآن. منى عشماوي، الجديد من القاهرة. أما الآن فننتقل للنشرة الفنية التي توافينا بها زميلتي دارين شاهين. لكن عم بتذكر شغلي انه عم بولها بالفصحى ومش عم نحكي وفي عنا وفي كثير انتقادات على هذا الموضوع. بقى انا فيي اقول وريح المشاهدين واللي عم ينتقدوا انه انا اجمالا ما بحكي بالفصحى، وحتى لما ننتقل نحن للبانوراما وللتحقيق عم بكون النقله باللغه. لا هو مش بس لك، هو كمان لنا، عرفتي؟ هلا انت بيبقى لك شو بتحكي. لا هو الفكره شنو، عادي ماشي الحال. دارين عنا نيو مايز البياع، صح؟ في عنا كامباك لألو، في عنا كيم كارداشيان فينا نقول انه من بعد 9 أشهر خلفت بنت، وفي عنا اخبار اخرى منتبعها سوا بالبانوراما الفنيه. بعد غياب طويل عن محبيه كان قد نسبه الفنان مايز البياع إلى أسباب شخصية، نرى اليوم مايز بكامباك قوي على صعيد الغناء واللوك والإخراج، هذا بالإضافة إلى شركة ميرور للإنتاج الداعمة لأعماله الجديدة. نحن اليوم موجودين بجبال بموقع كتير حلو، عم نصور كليب، عم بتصور كليب لمايز البياع بكامباك قوي أكيد مع سام، خبرنا أكثر. بيسكلي مثل ما قلت، الفنان مايز البياع عم يعمل كامباك، عنده أكثر من غنية وبدنا نصور أكثر من وحدة، هي أول وحدة عم نصورها. غنية شوي هيك ستايلها كتير دبكة ورقص، وهذا الستايل اخترنا جبال لأنه كتير بتناسب مع الفكرة، وهذا اللوكيشن كتير حلو. يعني أنا شفت قعدت مع صاحبة هذا اللوكيشن، وهذا اللوكيشن عمره تقريبا إذا بنرجع لك حجر وعماره فوق 1000 سنة. الفكرة يعني جست أباوت واحد عجبته بنات بالصدفة بيتعرف عليها وبيصير بده يعمل إخبار لقدر يوصل إنه يتقرب منها، وفي هيك بصير مواقف رومانتيك كوميدي هيك. حلوين. ايه هيك شيء. المعجبين كتار ومايز ما في ما يسلم. الأغنية اسمها بستاهل حبك، أغنية لبنانية من ألحان جورج عطية وكلماته. طبعا اللون شوي جديد علي، مش كتير بس نوعا ما الكاركتر تبع الغنية جديد علي وشكله لابق لي، فمش هناك الشباب حتى بما أنه في تغيير بطريقة الموسيقى والغنى فحبوا كمان يعملوا شوية تغيير بالشكل وإلى آخره. وبالنسبة لبرنامج كبسة زر الذي استضاف الفنان مايز البياع فقد أخبرنا
احنا كمان احنا السدارين كمان كمان انت كنت منوره، والفكره طبعا التغيير اللي صار انا برايي عطاء اذا بدك لمسه جديده، وصراحه كنت كثير مرتاح، وانا اكيد اكيد انه كمان الله يحلق ايام جديده وحلوه كثير. طب اي غنيت من الالبوم اللي نزل حبك رد اللي روح ووينك يا عمري وغنيت اعزك كمان، ف تقديري انه كنا موفقين وانت كمان موفقه، بتمنى لك التوفيق ان شاء الله. اما الانتاج فكان لشركه ميرور الكويتيه. هلا بتسمعوا الاغاني بتلاقوه مختلف، يعني اذا بتسمعوا الصوت بتعرفوا ميز، بس لما اذا بتسمعوا الموسيقى قبل بتقولوا هيدا منا من ميز البياع. حاولنا نوجهه للجيل اللي هو فقده خلال السبع سنين اللي غاب فيها او الست سنين، تعبنا كثير. بتعرفي المطربين اللي زي ميز اللي عندهم تاريخ وعندهم قناعات معينه، طبعا طبعا بتواجه هيك صعوبة إنه يغير الفكر تبعه، يغير الكاريزما تبعه. صراحة ما واجهنا شيء لا مادة، هو لا مادة لا إنتاج لا شيء، قد ما الفكر تبعه اللي تعبنا صراحة. أنا هلأ بالنهاية إن شاء الله إن شاء الله اللوك تبعه يعجب الجمهور والطلة، هو بطلته معروفة طلته حلوة، بس إن شاء الله بالطلة الجديدة. من جبال دارين شاهين، قناة الجديد. أنا حبيت الكومباك وإن شاء الله هيك نحن موفقة يا موفقة. رب. بالنسبة ذكرت كمان على اللغة، أوقات بتكوني عم تتواصلي مع شخص مصري أوقات بيحكي هيدي الأكسون يلي هي مش متعارف عليها نحن بين بعض اللبنانية، كمان أوقات بتغلطوا بتصيري تحكي معه مصري، بقى ما فيها شيء إذا كنا عم نحكي فصحى ومن بعدها رجعنا حكينا اللغة المحكية العادية. أنا بلاقيها كتير عادية. وهلأ خلينا نشوف سوا ونتابع البانوراما الفنية. صورت النجمة جينيفر لوبيز إعلاناً لمتجرها الخاص فيفا موبايل في نيويورك الخاص للهواتف المحمولة اللاتينية في الولايات المتحدة الأمريكية، وكتبت جينيفر تعليقاً على الأمر أنها فخورة بهذا اليوم. التقطت كاميرات الباباراتزي صوراً للنجمة ليدي غاغا خلال تنقلها للتسوق في نيويورك، ويبدو أن غاغا تخلت هذه الفترة عن جنونها في الملابس لتصبح سيدة طاغية الأنوثة والإثارة. أنجبت نجمة التلفزيون الواقع كيم كارداشيان طفلتها الأولى يوم السبت، وكان إلى جانبها حبيبها ووالد طفلتها المغني كاني وست الذي ألغى التزاماً سابقاً يتعلق بعمله على ألبومه المقبل. الوالدان لم يختارا اسما للطفلة بعد، ولكن كيم ترغب في أن يبدأ الاسم بحرف كي، فيما قد يكون اسمها الثاني دوندا تيمنا باسم والدة ويست الراحلة. لهون بتكون انتهت نشرتنا الفنية. بترجع تلتقي مع المشاهدين؟ برجع بلتقى فيهم. متى؟ تاني أي متى؟ متى؟ سألتك بالمشاهدين يوم الاثنين. أوكي. إن شاء الله. يعني بكرة فعلياً. بكرة. يعطيك العافية دارين، تصبح على ألف خير. وفي ختام هذه النشرة تفكيرهم بأبرز عناوينها. حزب الله يطلب من عرسال أكثر من اعتذار. أهل عرسال البيان غير كافي. الراعي يقصف 8 و14. 8 و14 أدار اللذين بنزاعهما المتمادي شوها وجه لبنان. في يوم الانتخابات المفترضة صناديق رمزية. في دراسة عملت بتبين أنه 60% من الشعب اللبناني رافض للتمديد. في الخاص عن أبو هريرة الجهادي. دربونا الحزب ينقطل. سوريا ترد على مرسي. والله أنا كنت أظن أنه سيقول قطعنا أو سحبنا أو أغلقنا السفارة في إسرائيل. وأردوغان يواجه الشارع بالشارع. رجب طيب أردوغان. كان هذا كل شيء، شكرا لحسن متابعتكم وتصبحون على ألف خير.